سلام، أجمل 6 ملاعب في العالم. اليوم راح نسرد لكم أفضل 6 ملاعب من صنع البشر، تفننوا وتفرعنوا في تصميمها. في المركز السادس، ملعب البيت في قطر، من أجمل ملاعب كأس العالم 2022. ملعب جميل مستوحى من الخيمة العربية القديمة، بسقف مغطى بالكامل، يتسع ل 68 ألف مشجع. تم افتتاحه في عام 2021، كلف بناؤه 847 مليون دولار. في المركز الخامس، معقل بايرن ميونخ في ألمانيا، أليانز أرينا. ملعب جميل يتميز بألوانه الخارجية، تسع إلى 67 ألف مشجع. افتتح عام 2005، كلف بناؤه 340 مليون يورو. في المركز الرابع، ملعب عش الصين الطائر، مشكلته الوحيدة وجود مزمار داخل الملعب، ولكن يستحق المركز الرابع بشكل تصميمه الخارجي والداخلي الجميل. يتسع ل 80 ألف مشجع، وكلف بناءه 422 مليون دولار. في المركز الثالث، ملعب دالاس كاوبويز في أمريكا، تحفة معمارية خارقة للطبيعة، توجد في أكبر شاشة عملاقة في العالم. اسمع معي كم يتسع. يتسع إلى 111 ألف مشجع، كلف إنشاء 1.3 مليار دولار. في المركز الثاني، ملعب زينت أرينا في روسيا، ملعب جبار من الآخر، يمتاز بأرضية قابلة للسحب، ملعب خرافي، يتسع إلى 68 ألف مشجع، كلف بناء الملعب 1.1 مليار دولار. أما في المركز الأول، أجمل ملعب في العالم من حيث التصميم الداخلي والخارجي، تكنولوجيا العالم وضعت في هذا الملعب، يحتوي على سقف متحرك بتصميم فريد، استوحى تصميمه من الملاعب الرومانية القديمة، كلف إنشاء 1.6 مليار دولار.